أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل من عادته أن يأكل أظفاره، وأحيانا يفعل هذه العادة بدون شعور، فإذا كان هذا الرجل محرما فربما يأكل أظفاره بدون إحساس منه أو شعور، فهل عليه كفارة وكم مقدارها؟ نعم، عليه فدية. إذا أكل أظفاره وهو محرم عليه فدية، وهي مخيرة، إن شاء صام 3 أيام، وإن شاء أطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، وإن شاء ذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء، أو يطعم 6 مساكين في مكة. أما الصيام فيصوم 3 أيام في أي مكان. نعم، أحسن الله إليك، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.